ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وزي ما عملنا مع بعض الزينه والديكور المرتبطه باجواء شهر رمضان الكريم، حبيت النهارده ان اشارككم معايا وانا بحطهم وبعلقهم في الشقه. بس اتمنى انكم تدوسوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوا قناتي، ويلا بينا نعلقهم مع بعض. اول حاجه هحط الديكور اللي على شكل هلال، هعلقه بالشمع. وافضل حاجه لو مش حابين تدقوا مسامير في الحيطه، الشمع بيلزق كويس ومش بيسيب اثر لما بيتشال. وعربيه الفول هحطها على الجزامه وهشيل الشمعدان، وهحط جنبها الفانوس الازرق علشان يكون في تناسق ما بينهم، وهخليهم لوحدهم مش محتاجين ديكور تاني جنبهم. وهحط على ترابيزة صغيرة ديكور الفانوس والهلال، وتحتيه مفرش كنت عاملاه بالخيامية في فيديو السنة اللي فاتت. ودول فوانيس برضو معمولين بالخيامية، والفيديو بتاعهم هتلاقوه على القناة وانا هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وبرضو هثبتهم بالشمع. الفوانيس جنب بعض والهلال في النص. ودي حيطة قدامهم هثبت برضو عليها فانوس بالخيامية. وده مفرش خيامية بلاستيك انا كنت جايباه للسفرة، هشيل مفرش السفرة وهحطه عليها، بيدي برضو جو رمضاني. وحطيت على السفرة الفانوس اللي بينور، وعلى الترابيزة الصغيرة دي هحط فانوس تاني جنب ديكور البالونة اللي انا برضو كنت عاملاه معاكم قبل كده. وده المدفع هحطه على ترابيزة في الصالون. الزينة دي اللي من ورق الفوم انا معلقاها، بس هحط عليها فرع نور. وعلى فكرة معظم الديكورات المتعلقة ومحطوطة في الشقة انا اللي عاملاها معاكم، وبجد عايزة اقول لكم انها بتكون حاجة جميلة وممتعة جدا انكم انتوا اللي تعملوا الديكور بايديكم. انا بكون مبسوطة جدا بيه، وببقى راحة جاية بصلة ومبسوطة علشان حاجة جميلة وانا اللي عاملاها. ودي لفة سريعة بعد ما حطيت الاضاءة مع الديكورات، واتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.